السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي ندوز نقدم معكم لينين بالخضر والصدر ديال الدجاج. كيجيو الصراحه كيجيو غزالين وشي شويه. ندوز على بركه الله. عندي هنايا كورجيت الكرا كيف ما كتشوفوا، مقطعه وجوليه كما تشوفوا حكيسه. وعندي هنا واحد البصله صغيره. عندي هنا جوج ديال الجزر كاروط رقي حكيتهم حتى هما. عندي هنايا السطر ديال الدجاج كيفما كتشوفو قطعتو صغيور بحال الشكل ديالي، غير صغيور دقيق، هذا غير صدر واحد. عندي هنايا فيرميس شينوا الشعرية الصينية كيفما كتشوفو. عندي هنايا جوج فرماجات مثلث، اللي عجبكم ديرو فرماج مثلث ولا كيري ولا ديرو فرماج رابي باش تعطي واحد البنه زوينه. عندي هنايا الحار لكم لي خصيار الهريسه ولا الحار بودغ اللي عجبكم لكم لي خصيار. عندي هنايا سكنجبير جنجبير، عندي هنا الملح، وعندي هنا لاي ثوم، وعندي هنا بوافر الابزار. كنديروا غير الملح والسكنجبير والابزار والثوم. الا كان عندكم سكنجبير طري كيجي كيعطي واحد المذاق زوين. انا عندي لقيتو خاصه كما كتشوفوا. عندي هنايا زيت الزيتون او زيت نباتي لكم الخيار. عندي هنا زيت الجنجل كيعطي واحد المذاق غزال في اليانيم، سواء درتوه بالخضر ولا باللحم ولا باللحم ولا بالكفته، اي حاجه كيعطي واحد المذاق زوين. عندي هنايا السوجا، سويا سوجا. عندي هنايا هذا ديال الصوص ديال اليانيم، اذا كان متوفر عندكم ما كانش متوفر لكن غير زيت الجنجل كافي كيعطي واحد المذاق زوين. وعندي هنا واحد الملعقه ديال الخل. نبداو على بركه الله. ملي كتشوفوا معايا خديت زيت الزيتون، مكانش متوفر عندكم ديروا غير الزيت العاديه، كنكتفيو غير بجمعالق كبار كغوبيه. كناخد السطر ديالنا ديال الدجاج، انا ديجا كنت المقله سخونه. كناخد السطر ديالنا ديال الدجاج، الدجاج ديالنا كما شفتو شوية كنضيف شوية ديال الملح عليه وشوية ديال البزار سيبوا سيبوا. كنزولو كما كتشوفو زولتو وهو سخون. غندير فيه هاد الكيري، هذا نحطو سخون باش سمحوا لي كنخدم او من فوق. ندير هنا شويه ديال الزيت، كنت واحد معلقه حتى هي الزيت ديالي. وهنايا بغيت باش ندير هذا هو سخون هذا الدجاج هذا فوالا. كنشد هاد السطر ديال الدجاج كنحاول نعاد فيه هذا الفرماج دو سخون. كيفما كتشوفوا ها هو الفرماج درتو مع هاد الدجاج وسخون غيدوب فيها. ديجا خديت المقله ديالنا اللي كانت نفس المقلة وكندير فيها البصلة شحرت هي فوالا شحر البصلة ديالنا. البصلة ديالنا تشحرات شي شوي طخات شوي، كنزيد عليها الثوم بودرة الثوم حكيتو ثوم عادي الجزر ديالنا كرمي الكرا ديالنا. كرمي الملح و السكنجبير و البزار قلتلكم و الحار خليت حتى لخر. كنخليوها كترخى شوية و ندوزو نطلعها. فيرميسي ديالنا فوالا، كندير واحد معلقه كبيره من الصوص ديال اليانيم. الا كانت متوفره عندكم ما كانتش متوفره عندكم ماشي مشكل. كندير معلقه ديال السوجا
ما تديروش الملح بزاف لان الصوجه فيها ملحه وما تقولوش الملح اصلا مبقاش عندي. نديرو السيزون هذا هو السيزون نديرو جوج معالق كبار والحار لكم الاختيار. كنعمل ملعقة الخل كبيرة خليها تنسجم مع بعضهم ونتلقى لي صبر شي شويه غنخويه هنا في الصحن اللي زين بهذا الصر. شوفوا فوالا عندي الورقه هذه ورقه البسطيله راكم عارفين ورقه البسطيله ورقه سميده ورقه سميده وخليت نزيدكم الورقة أنا كنقسمها غير على جوج جوج كيما كتشوفو الورقة ديالي قسمتها على جوج هاد الشكل هدا كندير شوية ديال الخليط لي شتو دير غير شوية تقدرو ديرو فيه تا كخيم فخيش الفرماج هدا أو كنضيفلو شوية ديال الفرميسي ديالنا ديالنا. حنا عندنا الورقة ما زويناش كتشوفو الورقة ما شوية قاصحة ماشي بحال الورقة اللي كضرب على اليد كتجي صافا غزالة هادي عندنا نتي وزهرك هاد الورقة عندنا نتي وزهرك هادي كتبان ليا شوية ماشي تانية ولكن نحاول معاها نحاول تنجيها أنا كنسدها بالطحين كيفما كتشوفو ديالنا القرا ديال الطريقه كما كتشوفوا انا عندي الورقه ما مزوينش ومع ذلك كنحاول معاه نديرهم في الفران هاد اليمين هادو غنديرهم في الفران الصراحه كيجيو زوينين بلا ما ديرهم في الزيت غير دهنوهم وخشهم في الفرن ديالكم فوالا تحت الشحمة نسقو الطحين اليمين ديالنا نبقى على هاد الطريقة تنكمل كلشي كما كتشوفوا انا غادي ندخل من الفران وندوزو نتلاقاو بعدا نخرجو ندوزو نتلاقاو كتشوفوا الشكل ديالها جا مقرمش درتها في الفران جات غزاله مقرمشه الصراحه كما كتشوفوا جات غزاله الشكل ديالها جا رائع الصراحه في الفران وناشفه وزوينه احسن من القليان ديال الزيت بالصحه والراحه الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وشكرا لكم للقاء.